السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الأول. الحمد لله انتهينا من مراجعة الأعداد من 0 إلى 10، وبدأنا أيضا بحل أنشطة كتاب التهيئة. بعد أن انتهينا من كتاب التهيئة سنبدأ إن شاء الله في كتب التلميذ والنشاط لمادة الرياضيات. الكتاب الأول هو كتاب التلميذ، دائما يكتب في هذه المنطقة. نلاحظ في الصورة صورة حلزون ويسحب وراء الأعداد 1 و2 و3. الكتاب الثاني هو كتاب النشاط، ونلاحظ أيضا نفس الصورة، فلا بد أن تفرقوا بين كتاب التلميذ وكتاب النشاط. دائما كتاب النشاط من اسمه به مجموعة من الأنشطة، نحل فيه أنشطة.